السلام عليكم. خبر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، زواج التوأم الأمريكي الملتصق أبي وبريتاني بممرض ومحارب قديم. البنتين اللي في بنت واحدة، الوشين اللي في جسم واحد، القلبين اللي في جسد واحد، التوأم الملتصق، أشهر توأم ملتصق على العالم كله اللي احنا قلنا عليهم، اللي اتجوزوا سنة 21 تحديدا، واللي طلعت او اللي طلعوا مع اوبرا وينفري تحديدا في 2016 او قبل كده، وكانت شهرتهم لا مثيل لها، ولكن هم سابوا مجال الاعلام ده كله، حتى ان هو لو كان بيدر لهم دخل كويس علشان حتى بس يطلعوا على البرامج دي، علشان منظرهم اللي كانوا بيتعايشوا بيه وكانوا بيعيشوا حياة هادية جدا، قرروا على طول بعد ما خلصوا البرنامج مع اوبرا وينفري ان هم ما يطلعوش تاني في الاعلام خالص. ولكن سنة 21 زي ما قلنا اتجوزوا باحد الاشخاص، برضو مواطن انجليزي او مواطن اجنبي، مواطن امريكي، وبعدها على طول كانوا بيعيشوا حياة مستقرة. الكلام ده سنة 21. وسائل التواصل الاجتماعي قدر ان هم يحصلوا على بعض الصور الخاصة بهم في زفافهم ونزلوها مرة تاني على وسائل التواصل الاجتماعي. زي ما قلنا هم قلبين بوشين، ولكن بيعيشوا بجسم واحد فقط لا غير، حتى الدراعين دراع ودراع، يعني جسد واحد بقلبين وبوشين. سبحان الله، مش هنقدر نقول حاجة غير كده. وكانوا طلعوا فيلم وثائقي وموجود على وسائل التواصل الاجتماعي كلها، الفيلم التسجيلي اللي طلعوا عملوا فيه واتكلموا على حياتهم واتكلموا على الأسلوب الحياة اللي بيعيشوا بيه. سبحان الله، مش هنقول حاجة غير كده. ولكن اللي يتفرج على الخبر ده تحديدا، نقول لحضراتكم ان الخبر ده كان قديم، ولكن نزل مرة تاني بالصور الجديدة بتاعته اللي لسه كانت حصرية من اوقات قريبة. سلام عليكم.